ورجعنا لكم تاني بعد جولتنا النهاردة مع دكتور شادي الزيات. يا دكتور ازاي؟ اهلا وسهلا يا فندم. اولا انا كنت سعيدة جدا بجولتي النهاردة في اورينتال كوست مرسى علم، واتبسطت ان انا فعلا شفتها على الواقع ونقلتها للمشاهدين كمان. بس عندي سؤال صغير كده. شو يا فندم صدق؟ خليني اسألك، انا دلوقتي عميل وقاعد بتفرج على التلفزيون في البيت وشفت الجولة الجميلة دي والموضوع اغراني بصراحة. برضو ايه النقطة المهمة اللي تخليني النهاردة استثمر في مرسى علم؟ نفس النقطة اللي الناس استثمرت فيها في الغردقة، وبعد الغردقة الجونة، وبعد الجونة داخل سهل حشيش، وبعد سهل حشيش داخل على مرسى علم. لو مسكت الخط التاني نفس الفكرة، اسكندرية، وبعد كده الساحل الشمالي مارينا، وما بعد مارينا دخلنا في منطقة الضبعة. فالدنيا بتتطور، ولو رجعنا للقاهرة هتشوفي برضو ان كانت الناس بتقولك طب مصر الجديدة ليه، وبعد كده مصر الجديدة، بعديها مدينة نصر، بعديها التجمع. ده امتداد عمراني طبيعي بسبب الكثافة السكانية العالية، وبسبب المنتاليتي اللي موجودة عندنا ان انت تستثمر في عقار، ما تستثمرش في الفلوس عشان التضخم اللي بيحصل فيها. فبالتالي الاستثمار العقاري آمن، فبالناس بتبتدي تتوسع وبتروح مناطق جديدة، وده هو الامتداد العمراني الطبيعي للخط اللي احنا فيه، خط البحر الأحمر. حلو. احنا شفنا معاك النهاردة كتير خدمات انتوا بتوفروها في اورينتال كوست، يعني رهيبة. بس برضو انت قلت لي قبل كده ان انتوا هتقدموا خدمات تانية، هل ده هيحصل في 2020؟ بصي، احنا محافظين على الكلاينتس بتوعنا والعملاء القدام بتوعنا. احنا النهارده عدينا على فيلا من الفيلل بقى لها 9 سنين، شايفه الواجهات بتاعتها، شايفه اللاند سكيب، شايفه احنا بنطور نفسينا ازاي كل سنه عن سنه، لان احنا دايما بنقول ان دي واجهه مشروعنا. الخدمات بتتطور. النهارده عندك بقى داون تاون مول بقى موجود بيخدم على 130 فيلا وعلى 350 وحده سكنيه، ده غير النزلاء اللي موجودين في الفندق. فبالتالي انت بتتكلمي على مرحله من ضمن 21 مرحله ب 11 فندق، بنتكلم على 1230 فدان، 7 كيلو على البحر. اللي حصل السنتين ونص او 3 سنين من تطور غير طبيعي في شاطئ الشريون، ده اللي بيثبتوا انه دي حاجه طبيعيه جدا اويو دي دايما بتعملها. يعني قلت لي قبل كده ان اويو دي بتارجت ان هي تعمل مستشفيات او مستشفى وجامعه، يعني انتوا بتارجتوا العميل اللي يجي يسكن يعيش مدى حياته. يعني بالظبط. انت النهارده عندك ناس من ايطاليا، ناس من انجلترا، في ناس مقيمه هنا على مدار السنه عايشين هنا. طبعا الجو ده انت مش موجود عند اي حد تاني. ففي ناس اوريدي محل اقامتهم في الباسبور بتاعه شاطئ الشريون او اورينتال كوست. الاجانب عارفين قيمه مرسى علم وعارفين جمالها، واللي انا بقوله دايما ان احنا كل سنه عن سنه لازم نتطور عشان نعرف نراضيهم. اللي يعرف يرضي العميل الاجنبي اكيد هيعرف يرضي العميل المصري. اكيد طبعا، يعني طلبات العميل الاجنبي بتبقى اكتر بكتير من العميل المصري. الشريون للتنميه العمرانيه الفتره الجايه بتستهدف او بتارجت اني منطقه للاستثمار فيها؟ بصي، احنا كنا اول ما ابتدينا في شهر 3/2017 اتكلمنا، كنا لسه بادئين في سيتي سكيب، وقلت لك ان احنا جايين وجايين بقوه. كمان كان عندنا العبور وكان عندنا مرسى علم. دلوقتي عندك جنوب في العاصمه الاداريه، النهارده عندك ازادير في التجمع الخامس، النهارده عندك 2500 فدان بتوع الصناعي. السنه الجايه ان شاء الله اللي احنا طامحين فيه او اللي احنا شايفين فيه ان في لازم نخش فيه بقوه، منطقة 6 اكتوبر، منطقة زايد الجديدة، عندك منطقة الساحل الشمالي، منطقة العالمين، هليوبلس هيلز اتباعت بالكامل، ودلوقتي احنا في مرحلة الانشاءات وان شاء الله هنسلم قبل ميعادنا. كمان في اكسبانشن ليها، هنطور في منطقة العبور، لان منطقة العبور برضو منطقة مهمة جدا، فزايد، العبور، ساحل شمالي، ده كله بيدل او لو بيثبت ان الثلاث سنين اللي فاتوا نجحنا. النهارده بقى عندنا فروع، النهارده بقى عندنا بايعين بعدد غير طبيعي مش موجود عند اي منافس تاني. فبالتالي احنا بنتطور كل يوم عن التاني. احنا متعودين عليكم بافكار اوت اوف بوكس. يعني احنا فاجئنا السوق بالصناعي، وان احنا دخلنا نبقى مطور رقم واحد صناعي. وارجع واقول لك برضه، لان احنا بنريبريزنت او بنمثل رجل الصناعه الاول في البلد، الاستاذ محمد فريد خميس. فبالتالي السنه الجايه احنا برضه محضرين مفاجاتين هيبقوا موجودين في السوق، وان شاء الله يبقى ده المكان الحقيقي اللي المفروض فيها تكون الشريون للتنميه العمرانيه الفتره الجايه. هنقدر نعرف المفاجاتين؟ هيبقوا في معدن ان شاء الله. هيبقوا في معدن.
طيب كلمني عن رؤيتك ايه، بما اننا احنا بنبدا يعني سنه 2020 سنه جديده كده، قولي يعني رؤيتك ليها ايه، شايف السوق متجه فيها ازاي؟ بالنسبه للعملاء، العملاء بقوا اكتر وعي، العملاء بقوا فاهمين ودارسين. دلوقتي انت بتتكلمي في مرحله ان الفتره اللي فاتت اللي حصل فيها طفره كبيره قوي في البيع، دلوقتي هنخش في مرحله التسليمات والتشطيبات والكواليتي وازاي انت بتقدم المنتج بتاعك اللي انت اعلنت عنه. ده جزء. الجزء الثاني الطلب هيزيد للشركات اللي ليها كريديبيليتي وليها اسم في السوق قوي جدا. اللي وضعه المالي قوي هيثبت نفسه في السوق اكتر، واللي وضعه المالي مش قوي هتلاقيه بيبتدي يتراجع. ولكن ارجع واقول لك برضو، ده لو بيثبت نجاح السنين اللي فاتت. احنا دايما بنتكلم ارقام، ولكن الارقام مدلولها انشاءاتك وتسليماتك وعدد فروعك اللي بتزيد ومشاريعك اللي بتزيد، وهل بتسلم العميل زي ما انت قلت له في الاعلان بتاعك. فاعتقد ان الدلائل كلها بتقول ان 2020 هيحصل فيها اكسبانشن للبيع، بس خليني احط تحتها خط واقول لك انه ده هيكون للشركات اللي ليها مصداقيه في السوق المصري الفتره الجايه. شايف الشركات بقت كتير قوي دلوقتي، يعني هل في شركات هتقع في 2020؟ مش هقدر اتكلم عن المنافس قوي، ولكن انا اقدر اتكلم على نفسي واقول انه اللي بيفضل في السوق المصري بالنسبه للقطاع العقارات هو اللي بيعرف يطور نفسه، اللي بيعرف يفتح مجالات جديده، بيعرف يفتح في مناطق جديده، اللي عنده العلم والخبره والروح هو اللي بيكسب في اخر السباق وبيثبت نفسه في السوق كل يوم عن اليوم اللي قبليه. لسه في فقاعه عقاريه يا دكتور؟ لا مفيش فقاعه عقاريه ولا حاجه. وخلي بالك النهارده انت زي ما انت شفتي النهارده، انت عندك انت دخلتي على مجموعه من الايطاليين حكوا لك احنا ايه الشريان التنميه العمرانيه بالنسبه لهم، ده حقيقي. ايه دي بالنسبه لهم ايه. فالنهارده لو بنتكلم على التصدير العقاري للخارج، هو ده احسن مثال لتصدير العقار في الخارج. ده حقيقي. انا عايزه اقول لك انا يعني اتفاجئت بان الوحده الفيلا بقى تسع سنين وكأنها خلصانه امبارح. بالظبط يعني دي سمعه. النهارده انت لازم كل يوم تجدد من نفسك، لازم كل يوم تخلي بالك من اللي انت بعته قبل كده، ولازم تطور فيه اكتر. مش فكره ان انت انهقت مشروع او مرحله بالكامل وبعت وسلمت وخلاص بقى خلاص. لا طبعا، لان اسمك عليها. احنا هنا ما بنبيعش زي ما بقول لك وحده، احنا هنا بنبيع فكره دوله. انت بتصدر العميل في الخارج النهارده لما يجي مصر ويستثمر ويدفع لك بالعمله الصعبه ويبتدي يبقى هو سفير ليكي، هو ده المعنى الحقيقي لتصدير العقار في الخارج. مش ان انا اصدر العقار وابيع مصريين مقيمين في الخارج، ده مش تصدير العقار. تصدير العقار ان انت تبيع للاجنبي، لانه ده اللي هيوفرك العمله الصعبه. طب احنا في جولتنا النهارده اتكلمنا عن متانجي، عايزاك تديني تفاصيل اكتر بقى عنها. انتوا بعتوا 50%، يعني فاضل 50% تانيين. انا بفكر هي متانجي انت بتتكلمي على عدد وحدات فوق ال 500 وحده سكنيه، بتتكلمي على ستاند الون فيلاز، بتتكلمي على توين وتاون هاوسز، بتتكلمي على ستوديوز، بتتكلمي على دوبلكسز، موجود فيها جميع الانواع من الوحدات. وهي واخد الطابع بتاعها الالترا مودرن عشان نقدر نلبي الطلبات بتاعه العملاء المختلفه. اذا كانوا عايزين اورينتال او طابع شرقي، فانت عندي كلاس كبانس. لو بتتكلمي على الناس او الذوق العام اللي هم بيتكلموا على الالترا مودرن، فانت عندك متانجي. وكل فندق بيخدم المرحلة اللي هو فيها. الفندق في النص. سنتيدو بيخدم لاس كابانس، وعندنا لسه 10 اوتيلات تانيين المرحلة الجاية هيبقوا اوبريتد يعني. عندك ارينا، ده برضو فندق 5 ستارز، فندق كبير جدا بنخلصه الفترة اللي جاية. كل ده هيساعد المشروع، لان انا بعتبر شاطئ الشرقيون مشروع قومي. انت بتتكلمي على 1230 فدان، 11 فندق، 21 مرحله، بقى ليها سمعه بره في الخارج قويه جدا. لازم نبني عليها وكل يوم نتحسن اكتر واكتر. يعني اقدر اقول وانا قاعده معاك دلوقتي ان اورينتال كوست بتنافس الجونه مبيعات. لو بنتكلم في المبيعات، احنا قربنا دلوقتي من مبيعات الجونه الحمد لله، وكل يوم بنتطور. انا ما ببصش للمنافس بتاعي، انا ببص لنفسي وبحاول اطور من نفسي. ان شاء الله السنه الجايه هنعمل ايفنتات كبيره جدا، ايفنتس كتيره جدا جوه شاطئ الشريون. كنتوا عاملين ايفنت من قريب؟
عاملين او سي رالي، وكان الايفنتس قويه جدا، وهنخش على بطولات عالميه الفتره اللي جايه. وده في البلان السنه دي ان شاء الله يكون موجود، لان انا زي ما بقول لك 7 كيلو على البحر مش موجوده في اي حته تانية في العالم. ان شاء الله يا دكتور، ويعني على طول بختار صح بنبقى معاكم وبنتابع كل جديد في شرقيون للتنميه العمرانيه، وقابلك في حلقه تانية ان شاء الله قريب. وبشكرك جدا جدا على يعني جولتنا النهارده معاك. زي ما انا قلت لك، احنا لما قلنا واتكلمنا وبنقول مرسى علم وهي ليها ترتيب رابع على تريب ادفايسر، النهارده لما كاميرا هتصور على الواقع اللي احنا شفناه ده كله، ده اثبات ودليل ان احنا ماشيين بخطوات صح وثابته، وعارفين احنا عايزين نوصل ليه ان شاء الله. ده حقيقي، وده اللي بيشرفني لما بنقل صورتكم للمشاهدين. بشكرك جدا يا دكتور. ميرسي جدا يا فندم، شكرا. ودي كانت جولتنا مشاهدينا النهارده في اورينتال كوست مرسى علم. اظن انتوا كده شفتوها على الطبيعه، وان شاء الله نبقى معاكم الفتره الجايه في مشاريع تانية كمان. وبكده حلقتنا خلصت، انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده كل يوم اثنين الساعه 7 مساء، والاعاده يوم الخميس الساعه 3. باي باي.